شهر الأسد في مدينة الرسام 13/5/2012. بقيت هذه الفتاة الصغيرة بلا أب ولا أم. وين أمك يا عمو؟ والدها قد استشهد وأمها قد استشهدت في القصف المدفعي على مدينة الرسام. اصطحب الشهر الأسد في مدينة الرسام مئات القذائف تتساقط على هذه المدينة بشكل يومي. وين أمك يا عمو؟ والبابا وينه؟